بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. صدق الله العظيم. إنا رادوه إليك، إنا رادوه إليك، إنا رادوه إليك. نعم هكذا هكذا سمعت وحي الله بكل قلبي يقولها لي، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أسرعي يا بنيتي. إلى أين يا أمي؟ أسرعي على الشاطئ، اجري واتبعي أثره، لا تدعيه يغيب عن عينيك. أسرعي يا بنيتي أسرعي، انظري إلى أي شيء يصير أمره. احذري احذري يا بنيتي، احذري أن يفطن إليك أحد حتى ولا من ذوي قربانه. ابصري به عن جنب وهم لا يشعرون. العرش والتاج، مولاتي شريكة الفرعون الإله. وإذا كنا ولا إيدي ماذا تحمل؟ صفة مغطى. من أين؟ من الماء. وماذا به؟ صبي جميل، انظري. يا مرحى، إنه نائم كجوهرة مضيئة. أية هدية جاءتني من بين الماء والشجر؟ الماء مو والشجر سا، فهو موسى. تحيات الصباح المشرق لسيدة القصر ذات العرش والتاج. أخي شقيقي سمحوت، مرحبا. لست وحدي، إنما جاء معي عمنا نفيا وابنه آن. عماه نفيا، لم تزرني منذ أمد بعيد. هذا ابنك الذي أعجب فرعون؟ آنو. أما الآخر فقد توعده الملك الإله بالقتل إن وقعت عليه عيناه. هون عليك يا عماه، ما اسم الآخر؟ اسمه سنو، ويا أسف عليه، ما انشب حتى بدا فاسد الرأي يخالط الدهماء
ويؤمن بعقائد السفهاء من البدو. أما آنو هذا فمثال الفتى النبيل الذي ينتمي إلى بيت الملك، يزين المحافل ويحيط بعلوم عصره، ويشار إليه نموذجا لحضارة بلاده. من أجل هذا الفتى بكر بي عمي في المجيء إلى القصر كي أتوسل إلى فرعون حتى يقبله ضمن فتيان حاشيته الملكية. في هذا اليوم الصافي وفي هذا الصباح المشرق أتمنى لكم النجاح في مهمتكم. سنحوت، دعني أراك اليوم، أريد أن أخلو إليك ساعة. نبحور مولاتي، أين الصبي؟ تحت المظلة مع الجواري. فما حاله؟ تتبادله المراضع فيرفضهن جميعا. ونتركه يموت جوعا؟ تذكري مردعا غير هؤلاء. مولاتي، حتى امرأة صاحب الاسطبل عرفنا أنها حديثة الولادة فاستدعيناها. أرنيه. لك خوفا وألم، اللهم احفظه من فرعون وهامان. وجدناه بين الماء والشجر، انظر كم هو جميل. قلت الماء مو والشجر سا فأسميته موسى. ولكنه يتلون. جئته بالمراضع يتبادلنا فلم يقبل على واحدة منهن. هذا من غلمان العبريين، لا يخطئني وحي إلهي يا ابن هامون. هذا غلام من الذين أمرت بقتلهم. لا، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ماذا ترى يا هامان؟ ما دام قد حرم المراضع على نفسه فهو ينتحر طاعة لأمر الملك. هذا أخوك تشفع لابن عمك عندنا فقبلناه في خدمتنا. استأذنك في بقاء سمحوت معي بعض الوقت. لا تنصرف حتى أستدعيك. لدي كلاما لا يقال لك إلا سرا، وأخشى أن أقوله في هذا المكان المكشوف. ما آمن عيون هامان وآذانه حتى بين وصائفي. مولاتي،
هذه؟ صبية من بنات العبيد الذين يسكنون حول القصر. رأتنا نجد في طلب المرضعات للغلام فتقدمت تكلمنا. ما خطبك يا صبية؟ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وما يدريك؟ لعلك تعرفين أهله؟ كلا. فما يدريك أنهم يكفلونه وينصحون له؟ لأنهم يحرصون على مسرة الملك ويرغبون في إرضاء صغيره. أصدقين إن كنت عرفت أهل الصبي ودلين عليهم فإنه يتلوى ويوشك أن يموت جفافا. إني أراك من العبريين. أجل، أنا منهم. فمن المرضع عندكم؟ أمي. لها لبن؟ أجل، لبن أخي الذي ولدتها ولم يتم سنتين. ولدتها ولم يكن الملك قد أمر بقتل ذكورنا حينذاك. أسرعي بربك، لم يعد الصبي يحتمل انتظارا. والداه وصبياه وصغيراه ووالداه. بيدي ألقيت بك إلى الهلاك. اللهم اغفر لي هلعي وضعفي. اللهم إني مؤمنة بك مسلمة لك وأعلم أن وعدك حق، فأنزل علي سكينتك واربط على قلبي وأعذني من همزات الشياطين. اللهم كما ألهمتني وأمرتني بوحيك أن أقضي فيه في التابوت فاقض فيه في اليم، فاغسل اللهم قلبي مما أهمني واملأني باليقين بوعدك والسكينة لحكمك. أمي هيا أسرعي معي وأدركي موسى. موسى؟ من موسى؟ ابنك، حبيبك، وليدك، التقطوه من بين الماء والشجر فأسموه موسى. من هم؟ آل فرعون. فرعون؟ لقد ألقى الله محبته على طفلك، ما يراه أحد إلا تعلق به وأحبه. حتى فرعون لم يترك أن يقتله أو يمسه بأذى. بنيتاه، لا أفهم ما تقولين. أين صغيري؟ في قصر فرعون. مريم، لا تتلعبي بي، ارزقيني يا مريم. حاشاي أن أتلعب بأمي وهي ولاهة على والدها. ألم ينقلب به التابوت في الماء؟ ألم يبتلعه الموت؟ ألم يلتهمه التمساح؟ ألم يقتحمه فرس النهر؟ بل نجاه الله من كل ذلك. أرأيته بعينيك؟ رأيته بخير حال. فكيف تركته؟ تركته بين أيدي جوار امرأة فرعون، وقد استدعينا له المرضعات فحرمهن الله عليه، وراح يتلوى من الجوع ويصرخ. وا والداه تركته يصيح بين أيديهن يناديك إليه بأعلى صوته، يقول يا أماه أسرعي إلي. يناديني أماه؟ هيا، إن ملكة مصر ذات العرش والتاج
تنتظرك لإرضاء وليدها موسى. وليدها؟ قد تبنته وقالت لفرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. جزاها الله كل خير، جزاها الله كل خير. ماذا تنتظرين؟ هيا يا أمه هيا. الآن أستأذن لأخيك القائد سنحوت. سنحوت، هل فرغت من الاجتماع الملكي؟ انتظرني ها هنا لحظة. أختاه، الوليد بخير، وستأتي المرضع، وسوف يكون كل شيء على ما يرام. خفضي من هذا التوتر واهدئي. إني أريد التحدث معك، ولا تفاجئني وصفاتك بالدخول أو التسمع علينا. ألا تودين أن تعرفي ما آل إليه الاجتماع الملكي بشأني؟ ولكن قبل هذا، ما سر هذا التعلق الشديد بذلك الوليد اللقيط؟ أذكر ما أصابني في جلدها هنا. لقد أطلعتك عليه يوما، وكنت أخفيه تحت ذهب هذه الدماليج والأساور. أتذكر؟ أجل، أذكر أن جلدك كان فيه بياضة، بل كان برصا، برصا خبيثا لا شفاء منه ولا دواء له عند الأطباء. توقعت أن ينتشر في جسمي كله، لكن انظر، انظر، آية الله، هل ترى شيئا مما رأيت من قبل؟ اليوم في الصباح الباكر نزلت إلى الشاطئ كعادتي. جلست أتناول فطوري قبل الشروق، وما أدري ماذا ألم بي. هل هي سنة من النوم أخذتني، أم غيبوبة غشيتني؟ وخيل إلي أني أرى نورا يسبح على ماء النيل ويدفعه التيار إلى نحلتي. فمددت يدي إليه، فوقر في قلبي
أن أمر عليه ثم أمسح بيدي على ذراع المصابة. وأفقت أنظر حولي، فإذا الجواري قد التقطن هذا الوليد في صفة يتقاذفه الموج. ما إن رأيته حتى وقع في روعي أن أخذ من ريقي وأمسح به على ذراعي كما رأيت في تهويمتي. فغفلت وصائفي وفعلت ذلك، فوالذي يعبد بالحق ما رأني إلا أن رأيت البرص ينكشف عن جلدي، وإذا بذراعي سليمة نقية كأن لم يصبها شيء. هل ذكرت ذلك لمن حولك؟ لا، بل كتمت أمري فلم أذكره إلا لك الآن. قد عرفت يقينا أن هذا الوليد نور من عند الله، لهذا حرصت على حياته. تسمع؟ لعلها المرضى جاءت بها الصبية. مولاتي، الوليد يرضع الآن. كيف؟ ما إن أحضرت الصبية أمها وضمت الغلام حتى أقبل على لبنها. معذرة يا أخي، انتظرني حتى أراه. بل ابقي، دع الوليد يرتوي ويشبع، فإني معجل الآن وأريد أن أفضي إليك بما عندي. هل أدلك على قربة تتقربين بها إلى إلهنا الحق؟ كيف لا، وقد أراني عظيم آياته، فكشف ما بي من ضر وشفاني من بعد يأسي وكربتي. هل تعلمين يا أختي أن لله بيتا في الأرض جعله مثابة وأمنا للناس، وفرض علينا أن نحج إليه إن استطعنا؟ نعم، كانت تذكره ماشطتي التي علمتني الإسلام وأشربت قلبي عقائده. لقد بوأ الله لإبراهيم مكان البيت فبناه مع ابنه إسماعيل، وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود. ترى أن أحج إلى هذا البيت شكرا لله وتعظيما لآياته؟ إنك لن تستطيعي إلى ذلك سبيلا، فقد غلب عليك ملك جبار يقتلك إذا عرف حقيقة إيمانك بالله. ولكن اصنعي كسوة للبيت من حبرات الحرير المغلغل بالقصب والجوهر. هب أنني أنفقت على هذه الكسوة وأعددتها، فمن ذا يحملها ويسافر بها؟ أنا. أنت؟ أجل، كيف؟ أحملها وفي حراسة جنود فرعون وهامان. لا أفهم ما تقول. لقد قرر فرعون أن ينفيني من هذه البلاد إلى أقصى المشرق وراء جبال سيناء، تذرع بعزمه على غزو سوريا، وأنه في حاجة إلى تأمين ظهره من بدو الصحراء. وقبلت ذلك؟ بل ورحبت به. وما لك والهلاك في جفاف الصحراء و
وحرقة الشمس وهجمات البدو. أهذا إكرامه لقرابتك وأنت ابن عمه وأخو زوجه؟ حنانا يا أختاه، فأنا ما رحبت بهذا ولاء لفرعون، ولكن فرارا بديني. ألا ترين كيف مكن لهامان حتى أصبح يسيطر على كل شيء ويبث عيونه حولنا في كل مكان؟ فهل علمت أن بيت الله الذي بناه إبراهيم هنالك؟ سوف أتحرى عنه حتى أحج إليه. نعم، وإنها لفرصتي أيضا كي أهدي إلى بيت الله كسوة فاخرة تحملها معك. لتواجهي سيدة القصر الكبير، صاحبة العرش والتاج، مليكة البلاد. كيف أقبل على لبنك؟ لقد كاد يموت بعد أن رفض المراضع جميعا. مولاتي، إني امرأة طيبة الرائحة طيبة اللبن، أنه ابني لما صدقتني. كيف ألقيه في البحر ولا يغرق ولا يأكله تمساح ولا وحش، ثم أجده عند مولاتي تحفظه وترعاه وتستدعي المراضع إليه فيأباهن، ثم تستدعيني إلي فيرضع مني دون نساء العالمين؟ مولاتي، هذه حبكة فوق التصور. من أي الناس أنت؟ من بني يعقوب. وزوجك؟ ابن عمي من اللاويين. فما عمله؟ هو كسائر بني إسرائيل من عبيد الملك، يساقون للصخرة في بناء المعابد وشق الترع وحمل الأثقال. ما اسمه؟ عمران بن يصهر. أخذوه للصخرة منذ شهور ولا نعلم أين قذفوا به. فكم لك من الأولاد؟
مريم ابنتي وهارون الذي لم يكتمل عمره عامين. هل تحبين أن تكوني مرضع موسى فترضعيه لنا وتقيمي معنا؟ مولاتي، إن قومي فقراء، فلعلك إن أعطيتني موسى نالني برك وكرمك فأصل منه أهلي وذوي قرابتي. إنك امرأة صالحة. يا بحور، اكتبي بترتيب نفقة الكفالة والرضاعة لمرضع موسى على أن تحضره إلي مرتين في اليوم، الأولى قبل الشروق والثانية عند الأصيل قبل دخول الظلام. الدنيا لهو ولعب، وإذا استسلم المرء لها فتنته بغرورها وألهته بأملها حتى يستنفذ أجله، فيندم يوم لا ينفع الندم، وليس بعد الموت إلا الجنة أو النار. اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك. آمين. اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك. آمين. ويلك يا سفيه يا فاقد العقل، تغضب فرعون وتتحدى إرادته؟ لولا أنه رعى قرابتي لقتلك، ثم تترك خدمة صاحب العرش والتاج لتفرغ لهؤلاء الأراذل من أبناء السوقة والدهماء. يا أبتاه، لا تحتقر هؤلاء، فإنهم خير من على الأرض من الناس. إنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اطردوهم من قصري، مزقوهم بالسياط، اقتلوهم إن رأيتموهم يدخلون من سور القصر. يا أبتي، إني أخاف عليك من غضب الله وعذابه. أهؤلاء الذين من إلهك عليهم من بيننا؟ لو كان في دينك خير ما دخل فيه أسافل الناس. يا أبتاه، لا تجادل هذا السفيه، أما تراه يذكر إله البدو الذي يعبده دون آلهتنا؟ ما من إله إلا الله. هكذا؟ إذن اسأل ربك شيئا وأتحداك أن يستجيب لك. ارفع يديك إلى السماء واشأر إلى ربك أن يسقط عليك قدر نواة، بل قدر حبة قمح من ذهب أو فضة، فلن تجد إلا رجع صوتك. لا، ما كنت لأسأل ربي سؤال الجاهلين، فأنا على بينة من ربي، ولكنك لا ترى ما أرى. هألزمك أن تبصر ولو كنت أعمى؟ هألزمك أن تسمع ولو كنت أصم؟ ويلك،
تكلمني كلام الأنداد وأنا خادم فرعون وصاحب الجنتين؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. آنو، اترك أخاك. ألم ترى كيف جامل فرعون فيه أباك؟ اتركه وشأنه ما دام لم يثر بكلامه شرا عليك. سنحوت يا ابن أخي، أنت أحد القادة الكبار في جيش فرعون، وأخو الملكة، وابن عم فرعون، وقد علمت أنه عهد إليك بالفيلق الشرقي. ألا تكلم فرعون في أمر ابني سنو هذا؟ لعله يأذن لك فتلحقه ضابطا تحت إمرتك فتنفيه عني وعن أخي وعن قصري بضع سنين، لعله يثوب إلى رشده. سأنظر في هذا الأمر، ولكن أحب أن تتركنا وحدنا حتى أكلمه على انفراد.